صباح الخير كل مشاهدينا ومتابعينا وحبايبنا الجمال المصريين الطيبين في مصر المحروسة والعالم أجمع بنصبح عليكم اطلالة جديدة من برنامجنا طبيب جراح بنستنى يوم الثلاث علشان نقول لكم صباح الخير صباح الورد صباح الفل قبل ما نخش في فقرات برنامجنا اسمحوا لي ارحب بزميلتي العزيزه اسماء طنطاوي صباح أسماء. الخير اسماء. صباح الخير يا استاذ محمد. منورانا النهارده صباح الخير على كل المصريين، وعايزه اوجه صباح خاص لكل العاملين في قناه الصحه والجمال، هم مش ورا الكواليس، هم قدام الكواليس، فالف تحيه ليهم واحلى صباح. احلى صباح قالته اسماء زميلتي، احنا معانا فعلا احلى فريق عمل واحلى قناه بنطل عليكم بيها. ناس كتير قوي غنت لمصر وناس كتير قوي قالت شعر في مصر مصر اغلى حاجه في الدنيا والله انا عايز اقول لكم بس يعني انا قبل ما نطلع هوا وانا جاي في في التاكسي سمعت احمد جمال بيغني هنحب مين غيرها حبيت ابدا الحلقه بتاعت النهارده بالموال بتاعه لان الكلمات دي بجد بجد يعني انا عاوز اقول لكم جمعت كل المشاعر الجميله في حب مصر بقول يا حضنك هو نفسه حضن امي يا اللي ليكي فيا اكتر ماليه يا مهما بعدت عنك جوه دمي يا حبك عندي حاجه مش عاديه كل شارع من شوارعك فيه حكايه عن صحاب وعن حاجات حصلت معايا ناس كتير قالوا لي غني غنوليها بس مهما كان غنايه مش كفايه رغم اي محنه عشت فيها بكره قادرين نبني فيكي الف قصر ياللي فاكرين انها راحت عليها اسالوا كتاب التاريخ مين هي مصر كتاب التاريخ يا اسماء بيقول مصر مصر ام الدنيا وهي حضن الدنيا وهتفضل مصر ام الدنيا وحضن الدنيا. بنحبك وهنعيش فيكي وهنموت فيكي وهنفضل نضحي عشانك لان احنا بنحبك واحنا مصريين. طبعا. والحمد لله هنفضل طول عمرنا متماسكين ومصرين ان احنا نكون ايد واحده ان شاء الله. ايد واحده وبنصبح عليكم كل يوم ثلاث من اجمل بقاع الارض من قطع جميله من ارضنا الجميله مصر. يا ترى النهارده نصبح منين يا اسماء؟ من الأليوبية إن شاء الله. الأليوبية. مم. طيب. الأليوبية عايز أقول لكم من أجمل المحافظات في مصر وفيها أماكن جميلة جدا علشان نعرف ده معانا مراسلنا في الأليوبية منيرة صالح صباح الخير يا منيرة. صباح الخير يا محمد، صباح الخير على إيه قولي لي الاول يعني كل محافظه بيبقى ليها علم العلم بتاع الالوبيه فيه رموز وحاجات كده جميله كلمينا عنها منيره طبعا شعار الالوبيه يمتاز بسنابل القمح ودي تدل على اهميه الزراعه في المحافظه والترس اهميه الصناعه طبعا عندنا اكبر منطقه صناعيه في شبه الخيمه والأناصر الخيريه اللي بناها طبعا محمد علي بتتحكم في كل المياه لفرع دلتا النيل دي شعار الأليوبية عندنا طيب يا ترى إيه يعني أهم المعالم السياحية والأماكن يعني أسماء كانت عاوزة تسألك وتقول لك يعني عايزة أسألها أقول لها بنهى العسل ليه سموها كده؟ بنها العسل أه جميلة اليوم منيرة صحيح سموها, ليه سموها بنها العسل بنها العسل يا أستاذة أسماء طبعًا أهلًا بيك وصباح الخير عليكي صباح الفل طبعًا يذكر طبعًا أو يقال إن بنها العسل تقريبًا في السنة الستة من الهجرة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى المقوقس في مصر يدعوه للدخول في الاسلام فتاثر المقوقس بكلمات النبي فارسل أصيح. له بعض الهدايا وكان من ضمن الهدايا جره من العسل م. مع السيده مريم القبطيه فتطوق النبي العسل واعجبه بشده فساله عن المكان فقال بنها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله في بنها وعسلها فكان من اجود العسل الى يومنا هذا وطبعا بنها تعتبر كمركز لانتاج عطر الورد الى يومنا هذا بالنسبه لبنها يعني جميل مم. طيب آه المعالم السياحيه اللي في الالوبيه يعني كده منيره لو حبينا نتفسح يعني كده اخد الولاد اخد صحابي <applause> ونروح كده الالوبيه هنتفسح فين شرفنا استاذ محمد طبعا وتنورنا هيقول لك ان شاء الله القناطر الخيريه ودي طبعا من القناطر التي بناها محمد علي وطبعا تمتاز بمساحات كبيره جدا من الحدائق والمنتزهات وتعتبر من اهم واكبر المعابر وسط الدلتا وتمتاز طبعا فيها اشجار ترجع عمرها ل سنه وهي تبعد عن القاهره بحوالي 20 كيلو وطبعا سنة بها الخداوي اسماعيل بعد وفاه محمد علي واشهر اكل عندكم ايه يا استاذ؟ اصل الايه؟ اشهر اكل عندكم ايه؟ هنيجي يعني ناكل ايه عندكم؟ <applause> كل حاجه <applause> لا احلي <applause> اكله بتتميزوا بيها وبتقولي انا بتفنن فيها ايه هي؟ والله يا سيدي اسماء طبعا كل مركز بيختلف عن المركز اللي بعده بالنسبه <تكلم> طبعا عندها كمركز شفنا القناطر هنقول مثلا الخضروات بانواعها وخاصه خاصه البيتزا والفطائر الله. الله الله, لا 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 بص منيره منيره انا هاجي انا هاجي مع اسماء على فكره ايوه احنا جايين انا هاجي مع اسماء ان شاء الله نورنا وتشرفنا يا استاذ محمد احلى صباح عليكي احلى صباح صباح الخير يا منيره وصبحنا على كل اهلنا وحبايبنا في الالوبيه وخصوصا اجمل مكان في الالوبيه شوين القناطر صبحينا على كل حبايبك وخليكي معانا تابعينا كده ان شاء الله في الحلقات اللي جايه شكرا ان شاء الله. يا منيره طيب اسماء في حملات كتيره قوي انطلقت الفتره اللي فاتت كان اجملها طبعا حمله سيده الرئيس اللي بنصبح عليه من الصحه والجمال انا وكل فريق العمل كانت حمله مليون صحه 100 مليون صحه نجحت نجاح منقطع النظير ده حقيقي اه فعلا نجحت وانتشرت بطريقه واسعه جدا وقضى كتير على امراض وعلى فيروس سي الموضوع خد حيز كويس جدا في المحافظات يعني كل الناس دلوقتي حتى ما بننزل عملنا شويه تغطيات تمام. كل الناس بتشكر في الموضوع ده خد مجاله كويس يعني الحمد لله طيب انا عايز اقول لك دلوقتي في بدات تنطلق حمله نور حياه هينور اه ان شاء الله طريقكم يعني انا عاوز اقول لكم يا جماعه انا متاكد والله ان احنا رايحين لمكانه بنستحقها مصر دي ام الدنيا واستنوا اللي جاي احلى نصبر بس شويه طيب لكن شبابنا الجميل اللي بيقعد يناكش ويقعد يشارك شفت الموضوع اللي منتشر على السوشيال ميديا اليومين دول اللي هو ايه؟ اه الموضوع البنت خلوها عانس ولا خليها في حضن امك اه كلام كده غريب بيتقال آه الهاشتاجات وال... اللي بتطلع آه ببص آه شوفي كان في هاشتاج خليها تعنس اه, آه ردوا عليه بهاشتاج ايه بقى؟ خليك طب خليك في حضن امك بالظبط اه طيب <applause> 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 ما <مع تصفيق> احنا هنتكلم على المواضيع دي ان شاء الله طبعا في الفقره اللي جايه استنونا لان الفقره الجايه مهمه جدا جدا ان شاء الله وفيها مفاجاه يا استاذ محمد جامده باذن الله طيب الفقره الثانيه اه ان شاء الله يا يعني جماعه خليكم معانا زي ما قالت اسماء في معانا مفاجاه كبيره جدا من برنامجنا زي ما وعدناكم في اول حلقاتنا هيبقى في مفاجات كبيره جدا هتلاقوها في طبيب جراح مش مجرد برنامج احنا طالعين برساله اعلاميه مش لمصر كمان بل للعالم, للعالم كله للعالم ان شاء الله آه لكن في وسط الاجواء الجميله دي مم. بتلاقي في بعض ناس مش متابعه مش شايفه شغلها كويس في مشروع صرف صحي في اسيوط. آه. انا عاوز اقول لك مراسلنا في اسيوط والناس هناك كلمونا مستائين جدا ان شركه كبيره بتنفذ مشروع كبير وما فيش شروط ال 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 الامان والسلامه المهنية أي. والحاجات اللي زي كده انا زعلت جدا قالوا لي ان في عامل اتوفى وان الموضوع ده اتكرر يعني الموضوع ده يعني حصل برضه من فترة كده كان في حد مم. تاني يا ريت الإعداد يجيب لنا مراسلنا في أسيوط يا جماعة بعد إذنكم طيب بعد الفاصل ماشي أوكي خلاص مفيش طيب. رقابة يا أستاذ محمد على الموضوع مفيش متابعة ماشي ما احنا طالعين في برنامجنا علشان بالزبط. ننوه ونقول إن آه. كل واحد يشوف شغله صح طيب عشان كل واحد يشوف شغله صح وكمان إعدادنا ومخرجنا الجميل قال لنا لازم نخرج فاصل دلوقتي اسمحوا لي هنخرج طيب آه الناس تواصلت بسرعه وفي معانا معانا مين؟ آه معانا على الهاتف آه سياده اللواء جمال نور الدين محافظ اسيوط صباح الخير يا فندم صباح النور يا فندم ازي آه حضرتك؟ طبعا احنا بنشكر حضرتك على الجهود المبذوله في اسيوط الفتره اللي فاتت كل الناس في اسيوط بتكلمنا بتقول ان سعادتك يعني في الشارع متواجد كتفا بكتف مع المواطن الصعيدي المواطن الاسيوطي الجميل فاحنا بنشكر حضرتك يا سياده اللواء لا يا فندم والله هذا جهود كل المجموعه التنفيذيه اللي موجوده في المحافظه مشتركه يعني فقط تحريك الدم في في الشارع عشان تلبيه تلبيه احتياجات المواطن ومشاكله طبقا للتعليمات بتاعت السيد الرئيس ان احنا نتواجد المتابعه الميدانيه في في الشارع ميدانيا وحل مشاكل الجمهور. صباح الخير يا سياده اللواء صباح النور يا فن. حضرتك الحادث اللي حصل في اسيوط كان ايه العامل الاساسي ليه؟ هو ده مشروع قومي لمد الصرف الصحي في قريه الزاويه بس بتنفذه في الجزء اللي حصل في التداعيات والانهيار الرملي ده أيوة. أحد الشركات الخاصه. ما التزمتش بمعايير الامان ولا مم. مراجعه التربه فحصل اثناء عملها لاربع عمال في الشركه انهيار رملي للجزء اللي بتقوم بيه. مش في جهاز متابعه للشغل ده يا فندم؟ هو طبعا في متابعه من شركه الميه والصرف في اسيوط اللي هي قائمه اصلا بمتابعه الاعمال دي. وطبعا في متابعه للسلامه المهنيه الا انه للاسف حصل انهيار بالرغم من وجود تدعيمات خشبيه وخلافه لكن كان المفروض يراعوا الجزء ده في مجسات التربه لانه جزء رملي تماما. تمام طب احنا بنشكر طبعا سيادتك يا سياده اللواء على سرعه الاستجابه والانتقال الفوري وتحويل المتسبب للمسائله دي استجابه سريعه بنشكر حضرتك عليها من برنامجنا طبيب جراح يا ترى المشاريع اللي دايره دلوقتي في اسيوط يا فندم كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي الصعيد فضل مهمل لفتره طويله جدا لكن بعد تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه بص للصعيد بصه بعمق فانا عارف ان في مشاريع كبيره بيتم تنفيذها دلوقتي في الصعيد كلمنا عنها هو الحقيقه الدولة بتنفق انفاق ضخم جدا في المشاريع القومية. بتحصل بعض التأخيرات في مدد التنفيذ لبعض المشروعات. للأسف كان في تداعيات هنا تتعدى مش أشهر بعض السنين. كان توجيهات السيد الرئيس لل... للساده المحافظين والسيد رئيس الحكومة سرعة ت... وزيادة معدلات التنفيذ. احنا ابتدينا نزود معدلات التنفيذ وخاصة في محطات الميه والصرف الصحي وابتدت معدلات المعدلات تزيد وابتدى المتابعه تبقى اعلى وبالتالي المشاريع باذن الله هتتنفذ بطريقه اسرع وبالفعل تم افتتاح اجزاء من بعض المشروعات دي وتفقدها السيد رئيس الحكومه لما كان موجود عندنا في نهايه شهر تسعه وال واعتقد ان احنا باذن الله معدلات التنفيذ هتبقى في خلال شهر ستة جزء كبير هينتهي وعلى نهايه العام باذن الله وزي ما السيد رئيس الحكومه اعلن ان باذن الله مشا... الصرف هينتهي الصحي هينتهي من كل المدن الرئيسيه في اسيوط آه سياده اللواء عايز اسال سيادتك سؤال اخبار شبابنا والبطاله وال... والعمل في اسيوط اخبارها ايه الحقيقه الحمد لله بالتعاون مع مديريه القوى العامله ووزاره القوى العامله عملنا ملتقى وظيفي من حوالي اسبوع تمام. كان اتاحنا فيه حوالي 10000 فرصه عمل وجالنا السيد وزير القوى العامله افتتح الملتقى اللي قعد ثلاث ايام الحقيقه كان الاقبال عليه منقطع النظير ان عندنا نسبه برضو من البطاله محدده هاي. تبقى لاخر احصائيه في 2017 تمام. اللي كان مهم فيه ان احنا فقط مش توظيف كمان مجموعه من الفرص المتاحه للتدريب والدمج في سوق العمل والاهم منه بالنسبه لي وبالنسبه للدوله عشان يوم العمل المعاقين زي ما السيد الرئيس اعلن تمام. ان كان في نسبه عمل وتدريب متاحه للاخوه ذوي الاحتياجات الخاصه الله. ما شاء الله تمام الحمد طب لله طب يعني الست اللي هو الفترة اللي فاتت كانت حملة 100 مليون صحة اللي كان سيادة الرئيس كان اطلقها الحملة دي عشان اهالينا البسطاء اللي ما بيقدروش كمان على تكاليف التحاليل والفيروسات والحاجات زي كده. يا ترى الاخبار الحملة ايه في اسيوط والحملة الجديدة بتاعت يعني حملة نور الحياة, الحياة. نور الحياة هو الحقيقة احنا عندنا ثلاث مبادرات رئاسية رائدة طبعا حمله فيروس سي والامراض والامراض الاخرى زي السمنه والسكر والضغط تمام. ودي حققت اقبال غير عادي عندنا في اسيوط من بدايه الحمله حتى نهايتها وكان مستهدف وكان مستهدف طبعا حضرتك عارف فوق ال 18 سنه الجزء الناس اقبلت بصوره غير عاديه وخاصه انا بشكر سيدات اسيوط وخاصه في القرى اكثر من الحضر كان الأقبال غير عادي مم. مم. واللي كان لا قدر الله بيطلع إيجابي كان بيتحول في نفس اليوم على مراكز الكبد للتحليل النهائي عشان التشخيص وصرف العلاج على نفقة الدولة. طب ابتدأ دلوقتي ابتدينا ابتدينا بداية قوية وابتدينا نتفاعل في مراكز مراكز ابتدينا نحددها وباذن الله هيبتدي يظهر ملامح الحمل عندنا. طبعا حياه كريمه المبادره الرئاسيه الثالثه ودي احنا اشتغلنا فيها بالمشاركه مع منظمات المجتمع المدني والحمد لله يعني التبرعات والمساهمات كل لما بنجمع كل فتره حوالي 10 ايام او اكثر بنوزع على الاسر الاقل احتياجا وخلافه. غير دلوقتي ان احنا بنحصر القرى الاكثر احتياجا محتاجه ايه؟ وحددنا بالتعاون مع وزاره التخطيط حوالي 34 قريه وابتدينا نحدد احتياجاتهم ايه؟ وبنشوف الاجراءات والاليات اللي هنبتدي نتشارك فيها يعني بالوعي والحب يا استاذ محمد آه جمال بيه احنا طبعا بنشكرك لان احنا مراسلينا كمان في اسيوط بيقولوا ان ردود افعال الشعر الشارع, الشارع هناك في اسيوط ايجابيه جدا يا اسماء جميله اه ان فعلا الحملات في وعي وفي دي حب. الله ينور عليك وده طبعا الهدف اللي سياسه الرئيس بيأكد عليه وبي... تعليماته للسادة المحافظين خلال الفترة فاتت جمال بيه احنا بنشكر حضرتك هو كان المواطن الأسيوطي الحقيقة مفتقد التفاعل ما بين أجهزة الحكم <تصفيق> المحلية <تصفيق> لما أوجدنا التفاعل والتواجد الميداني وعدد كبير من التواصل معاه من سواء إلكتروني أو هاتفي أو تلقي بلاغات ولقوا أنه في ردود أفعاله وبنكلمهم كمان ما بعد ونقول له تم إزالة المخالفة ولا لأ فالناس ابتدت تستجيب لدرجه ان الصفحه الرسميه ارتفعت في الاربع اشهر الاخيره من 45 ل 110000 ما شاء الله سياده اللواء ان شاء الله هتبقى محافظه اسيوط من احسن المحافظات ونتمنى ان كل هنقول يقلدها لا يقلدها وان شاء الله يتكرموا معانا في حلقه من الحلقات وشرف لينا ان حضرتك تفاعلت بسرعه معانا يا فندم انا بشكرك حضرتك بالأكيد. واتمنى انه جميع الطوائف في محافظه اسيوط هنا والمؤسسات القويه إن شاء الله. كلها متشاركه معانا بما فيها الجامعه والمنظمه العسكريه والمديريه الامن حقيقه جهود كل القيادات السياسيه والتنفيذيه ومجلس النواب باذن الله عامله حراك في الشارع الاسيوط تمام يا روب بنشكر حضرتك على تواصلك معنا وهي دي القواعد بتاعة النجاح ان يكون في تنسيق بالفعل ما بين الاجهزه التنفيذيه كامله وكمان رموز وعواقل الناس الكبار برضو في اسيوط بنشكرك معانا جمال بيه دي قلب الصعيد اسيوط وشفنا الناس هناك وردود افعالهم بالنسبه للمبادره بتاعه 100 مليون صحه كمان اسماء المبادرات الجديده بتاعه سياده الرئيس بيستهدف بيها المواطن البسيط. حقيقي فعلا لان هو المواطن البسيط بالنسبه لنا لما روحه المعنويه ترتفع، امكانياته تبقى كويسه، هيقدر ينتج لبلدنا وبعدين في فئه كتيرة كانت منسيه. طبعا سياده الرئيس الحمد لله رب العالمين قدر ان هو يوصل لهم ولسه بالحب والتضامن وزي ما قلنا يا استاذ محمد واحنا بنحضر ان ان شاء الله هنختار احسن محافظه ونكرمها في حلقه من الحلقات بتاعتنا باذن الله. تمام احلى كلام قالته اسماء ان شاء الله هنكرم كل حد بيخدم اهالينا البسطاء الطيبين اسمحوا لي هنخرج فاصل سريع وهنرجع عشان نكمل مع بعض فقرات برنامجنا طبيب جراح استنونا اسماء اوعوا تروحوا في اي حته عندنا مفاجاه كبيره جدا وخصوصا للشباب ان شاء الله فاصل وراجعين على طول ورجعنا من الفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم اطلالتنا الرائعه على شاشه الصحه والجمال انا عايز اقول لكم اسماء زميلتي معاها اول هدايا برنامجنا لكل الشباب اللي بتشوفنا دلوقتي تفضلي يا اسماء صباح الخير استاذ علاء صباح الخير النهارده معانا الاستاذ علاء السيد طنطاوي رئيس مجلس اداره جمعيه سعاده الدارين وناشط مجتمعي اهلا بيك يا فندم اهلا يا فندم اهلا استاذ علاء يا فندم نور طبيب جراح الله يكرمك آه تعلم ان من اسباب تخلف الامم الجهل والفقر والمرض تمام احنا عندنا في مصر هنا سيادة الرئيس بيبذل جهود حسيسة علشان خاطر الشباب والقضاء <تصفح> على البطالة وجود حضرتك معانا النهاردة بارقة امل لحلم <تصفح> آه. القضاء على البطالة الله يكرمك انا بشكر جدا ومشكر جدا جدا على السؤال الجميل ده شوف حضرتك البطاله في بطاله وفي بطاله مقنعه في بطالة وبطالة مقنعة. بطاله وبطاله مقنعه بطاله وبطاله مقنعه اه في بطاله حقيقيه في بعض المحافظات كجنوب مصر مثلا نمو زي ما حضرتك ذكرت في الفقره الاولى منذ الاف السنين هو لم ينظر اليها احد الا في السنوات الخاليه الماضيه في عهد السيد الرئيس في ملتقى توظيفيه على مستوى الجمهوريه حتى كان في ملتقى توظيفيه قبل كده في عهد رؤساء سابقين ولكن كان كلها ملتقيات توظيفيه فاشله كانت فاشله فاشله يعني انا هضرب حضرتك مثل كان في احدى الملتقيات التوظيفيه وانا كعمل يعني بوزاره القوى العامله وانا لا اتحدث باسم وزاره القوى العامله ولكن انا بتحدث كنشط مجتمعي وبدور وسعادتي اني اوجد فرص عمل للشباب والمعاقين بساده فهتلاقي حضرتك احدى البطاقات التوظيفيه كانت في في عهد مثلا وزيره ما مع حضرتك وكانت دكتوره طبعا الدكتوره فلان الفلاني العدد ما ذكر اسماء عملت اعلنت عن الملتقى توظيفي واعلنا الشركات فاحنا اللي بنعمل ايه بقى بنجيب بقى بنوفق راسين بنجيب صاحب الشركه بيجيب لنا مثلا 1000 فرصه عمل شركه 500 شركه 300 شركه 200 بنقعدهم في مثلا استاد كان في استاد شبرا وأعلننا على صفحات التواصل الاجتماعي وأعلننا في المساجد وأعلننا على كل وسائل الاعلام ان يا جماعه يوم 21 في الشهر مثلا كان موافق يوم ثلاثة ماشي خلاص الملتقى التوظيفي يوم الثلاث تمام تجي لنا اشاره يوم الاثنين الساعة واحدة خلاص اليوم العمل خلص لا معلش سيادتها مش فاضية مش هتيجي بكرة وبالتالي تم الغاء الملتقى التوظيفي اتصلنا ببعض الشركات وبعض الشركات ما عرفش نتواصل بيها فراحوا رجالتهم الصبح فين؟ الاستاد معايا حضرتك بالتاكيد للناس لكن راحوا في مين في بقى, في بقى؟ في يعني في مثلا 50 شركه مثلا آه خمس ست شركات ابتدوا يتصلوا برجالتهم ارجعوا من السكه أوه. لكن إذا قدرنا نسيطر على الشركات ورجعناهم اللي هم استوا قالوا مش هنشارككم تاني في منطقة توظيفيه لكن على النقيض بقى الشباب هنتواصل معايا ازاي الشباب راح ما دي عدم مصداقيه اه آه, آه, اه راح النادي ابتدوا يكسروا, إيه يكسروا في النادي ده كمان ايه عاوزين يكسروا في النادي آه. مع حضرتك لان هناك مجلس اداره بيزكاوا بسرعه لم الاعلانات وقال ما فيش كلام من ده ما حاجه اسمها ل... مين قال لكم تيو. مش عندنا حاجه م. فهنا ده كان طبعا كانت المفروض واحد زي ده او الشخص ده او الوزير ده كان لازم يتحاكم اكيد طبعا مع حضرتك طبعًا. حطم احلام وامال الاف الشباب في حته زي كده هي دي كبيرة طبعا لكن هلاقي النهارده البطاقات الصوفية بتنجح لان في نيه لانجاح المكان ده مم. او نيه في في عمل دؤوب لانجاح المت... حتى النهارده البطاقات التصنيفيه ما عادش بتكتفي على سياده الوزير لا مم. ده رؤساء المناطق حضرتك مع حضرتك يعني انا مع... رئيس منطقه عمل دائره الخان كمركز كبير طبعا حضرتك الاستاذ محمد حسن عمل ملتقى توظيف تقريبا من كان جدا. يعني حضرتك عايز تقول لنا ان الملتقى التوظيفي ما بيشترطش وجود الوزير. لا 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 لا, آه لا, 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 لا ده, ده, ده يعني انا يعني احيانا مثلا ممكن يلاقي إيه مثلا عمل دؤوب كمفتش ما يوجد فرص عمل. يعني احنا عندنا انا ما 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 العبور مثلا اكثر من 3000 مصنع مشاركه. انا بتفق مع حضرتك في في, يعني في النهج ده يا استاذ علاء. إيه انا على يقين ان الدوله مش هتعمل كل حاجه. لا. لابد النهارده من مؤسسات المجتمع المدني اسماء آه. الشخصيات المجتمعيه الناس اللي ليها باع في العمل المجتمعي والعمل الخدمي تنسق مع بعض الشركات لايجاد فرص عمل للشباب وتعلن عن وسائل كتيرة جدا متاحه كل مصنع أكيد. محتاج برضه وظائف أه وبالتالي احنا هنلاقي عندنا في مشكله تانية ايه هي؟ المشكله دي القديمه الحديثه من زمان جدا جدا حضرتك هتلاقي احنا بنقول احنا بنشتكي بطاله لا ده في بعض المصانع بتروحها بتلاقيه بيقفل يقول انا بقفل مش لاقي عمال مشروع التوك توك خلاص صعب اليد العامله مم. الولد النهارده بيستسهل آه. بيجيب 200 جنيه في ساعتين لك اه معايا حضرتك لانه اسوء مشروع دخل مصر هو التوك توك ده مم. لكن اتمنى تعويضه بمشروع تاني اللي هو السياره الكهربائيه والمشروع ده كان يتعرض على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيقولوا هو بينظر ليه في الايام القليل القادمه مم. فلو فاكر حضرتك زمان كان في الستينات او بدايه السبعينات اول مجلس العربيه سوزوكي فقال له عربيه الكارو هنقضى عليها بايه سلم عربيه الكارو وخد عربيه واخد ايه وخد العربيه سوزوكي اتمنى أوه. بقى ده في الحكايه سلم بقى البتاع اللي اسمه التوك توك ده وخد العربيه الكهرباء جميله وتراث حديث وبعدين عصريه تمام وتترخص ونعرف مين اللي سايقها بقى مش زي الخطف وسرقه ومخدرات التوك توك لا تمام. استاذ علاء. علاء برضو في سؤال عايز اطرح عليك هو دلوقتي كله برضو عايز يتوظف حكومه جميل. عنده فوبيا من القطاع الخاص يقول لك القطاع الخاص حتى لو مرتبه عالي لا ممكن يمشيني في اي وقت لا خليني في حكومه ولو بس الحكومه هتستوعب مين ولا مين يمين. برضو الموضوع ده سببه ايه سببه حضرتك كلمه واحده بس التصرف ده كله هو م. الامان للامان لان القطاع الخاص ايا كان يفتقر الى الامان بمعنى أوه. ايه انا شغال قطاع خاص 27 سنه م. مع حضرتك م. م. لكن عمر ما حسيت بالامان حتى صاحب الشركه متبنين بيقول لي انت ابني ما صدقش الكلام ده هو ممكن تاني يوم الصبح بتاع الامن يقول لك ده ما يخشش من مصر ما فيش امن أوه. انما بقى الامان كل الامان في الحكومه لو حتى الوزير وانت قاعد على المكتب مش هيمشي غير ايه قرار ها وزاري اه دي حاجه او تحقيقات بالزبط. رسميه او او اخره انما القطاع الخاص عيبه بقى اللي هنا دي بقى الحته الكل اللي الكل مش عاوز يتكلم فيها لا المجتمع المدني عايز يتكلم فيها عفوا ولا الوزراء المختلفين والمعنيين بالتشغيل مم. في الحته دي بالذات ايه هي بقى؟ هي. ان حضرتك لو انت ما استسقش شكل حضرتك كده يعني مرتحتلوش أوه. أوه. لو لا مؤاخذه يعني ما ارتحتلوش لو بتكسومي هيقول لك لا برر وهضرب مثال هضرب مثال احدى إيه الشركات كنت بعمل فيها زمان من 20 سنه مثلا فضل. عمل دروب في الانتاج فجابوا اثنين مهندسين انتاج مؤدبين جدا وعملوا انتاج روعه وابتدت الشركه تمشي تطلع بها ايه حركه تصاعدية فالاثنين المهندسين دول صاحب الشركه كان امي ما ميل يلبس جلابيه بلدي لكن راجل مالي راس مالي معدي يلاقي الاتنين الشباب دول قاعدين على الكرسي مش واخدين بالهم مين هو ده؟ بيتعاملوا مع ابنائه وابنائه محترمين جدا بالزبط. ازاي ما ده سيدنا النبي يقول من اراد من الناس وقوفا فليتبوأ مقعده من النار كان سيدنا النبي يجلس حيث ينتهي به المجلس ازاي ما قولوش؟ ازاي ما وقفوش؟ طلع على طول قرار ان الاتنين اللي, اللي كانوا قاعدين تحت دول فصل طيب مع انه ما ده مع انه ايه حط له ايه بقى؟ طلعوه فوق خالص آه. مع حضرتك فانت ايا كان مرتبك 100000 جنيه 200000 جنيه قطاع خاص بتعيش في حاله من التوتر انك ممكن تاني يوم تكون بره انما طيب. الحكومه الناس بتعرف لكن يا استاذ علاء انا هقول لحضرتك طيب. معلش انا انا في الجزئيه دي انا اعرف يعني في شركات وكيانات اقتصاديه كبيره جدا جدا يعني محترمه جدا وانا عاوز اقول لك يعني انا اعلم تماما ان التعامل فيها زي التأمين <applause> الحكومي بالظبط في <applause> تامين اجتماعي وتامين ماشي ما هذا لا يغنى عن ان هو يمشي في لحظه لا انا عايز اقول لحضرتك القانون ما. كمان دلوقتي بيكفل لهذا العامل او هذا الموظف في القطاع الخاص كفة حقوق هات لي ماده في قانون 12 سنه 2003 وهو قانون العمل الموحد تمام. وده اريونه عن ظهر قلب طبعا تمام, تكفل الامان للعامل داخل القطاع الخاص مفيش ماده في القانون هو عايز ايه انت ماشي همشيك واديك عن كل سنه طبعًا. شهر مع السلامه طيب انا هقول لحضرتك الناس يعني بيتفاعلوا معانا دلوقتي في معانا يعني احد راغبي العمل من ذوي الاحتياجات الخاصه الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك أهل يا استاذ سلطان طيب اهلا وسهلا طيب اتشرف فيك انا اسمي محمود من المنصوره محمود ايه محمود من المنصوره من المنصوره اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل إيه يا, يا محمود عايز تقول حاجه انا يعني والله انا كنت طالب فرصه عمل لان من من أهل 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 انا مزول الاحتياجات الخاصه ومتخرج سنه 2002 ولغايه الوقت اللي لم اعمل وكنت قدمت في الشركه من للاتصالات انا من ابناء العاملين والدي كان شغال في الشركه وهو الوقت حاليا على المعاش وقدمت كم مره وقالوا لي اما تيجي مسابقه ابقى قد ما فيش مسابقات وانا الوقت قاعد في البيت وعندي 34 سنه وعاوز وظيفه طيب يا محمود يعني انت طبعا متابع وتعلم تماما ان السادة الرئيس يعني اعلن ان هذا العام يعني يزوي يعني الاحتياجات زورة. الخاصة الدولة. وفي نظرة الدولة. كبيرة جدا حوة. جدا ليكم لأنكم من أهم وأفضل الشرائح الموجودة في المجتمع المصري لكم قدرات وإمكانيات تفوق الأسوياء أنا على يقين بده تفوق الأسوياء والدليل على كده أبطالنا في الرياضة وفي ال... وفي كمان في العلوم ما يو. شاء الله حدث ولا حرج. هم محمود الأستاذ علاء في عنده مفاجأة هيعلنها في نهاية البرنامج. بشكرك يا محمود طب استنى ما يقفلش بس معلش محمود معلش الو ماشي ما شكرا يا لا خليك آه. معايا محمود استنى يا استاذ علاء أقولك حاجه معاك يا باشا اتفضل بص يا استاذ محمود يا محمود معانا محمود هو قفل كلامنا لمحمود واللي أفل. زيه محمود يجي لنا ان شاء الله باذن الله بس بشرط علشان يجي يتعين عندنا في مدينه العبور يجيب معاه 10 كمان معاقين احنا محتاجين المعاقين اللي هنشغلهم محتاجين نعينهم الله طب يا محمود خرجت ليه بسرعه محمود لو جيت لوحدك مش هشغلك جيب معاك عشرة كمان اه يا, يا, يا يا استاذ محمود انت وكل حبايبي ذوي القدرات الخاصه اتواصلوا الرقم موجود على الشاشه دلوقتي والاستاذ علاء اعلن بنفسه انه طالب عشرة من ذوي القدرات الخاصه وذوي الاحتياجات الخاصه في استاذ علاء اتفضل حضرتك احنا مش بنمشي كده ارتجالي ولكن كل ده حسب تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث عمل قام بـ عفوا بـ بالاهتمام بالمعاقين لعام 2018 وجعله عام معاقين وحتى كان زمان المخالفه كانت 1000 جنيه وشهر حبس كان يدفعوا مش عارف في ايه ويطلعوا من الشهر الحبس يعني غرامات بتاعتها وادفع ال1000 جنيه وشهر حبس بتشال وخلاص مش هشغل النهارده سيد الرئيس غلط العقوبه سنه وجوبي سنه حبس اللي يرفض يشغل معبده اي شر قطاع خاص مع حضرتك كويس <applause> قوي او قطع عام او قطاع اعمال سنه وجوبي و10000 ل الف جنيه الغرامه مع حضرتك فاحنا بنقول ان هو هيتعاقب ب الف جنيه سنه حبس معايا كل ده علشان مين زيول الاحتياجات ذوي <applause> الاحتياجات بس زيول الاحتياجات النهارده لما بيجي لي واحد امبارح بجري بيقول لي انا عايز اشتغل في الداخليه عايز اشتغل شرطه اه عايز اشتغل شرطه الراجل تمام عايز يشتغل حكومه يا عم مفيش حكومة. حكومه, انا الساعي في المكتب مشي بقاله خمس سنين احنا نظف مكتبنا بنفسنا انا ع... بجيب واحد بتاع الزراعه بديله خمسين جنيه عشان يكلس المكتب تخيل بقى مفيش فيش تعيينات في الحكومه يا حبيبي لكن ما زال الناس برضه داخله في دماغها حته ايه اه لكن كل اللي بيبقى بالاشاره دي يفهموا احنا قلنا من الاول خالص ايه احنا بنقول ان احيان مفيش ماده في القانون تامن العامل داخل القطاع الخاص خالص استحاله ممكن م. يمشيك في اي لحظه ولكن كل لبيب بالاشاره يفهموا في ناس بقى اللي حضرتك قلت عليها كده عايشه في القطاع الخاص بقى لها 30 سنه و40 سنه بادبه باحترامه مع حضرتك انما يجي لي واحد يقول لي انا جاي من المحافظ خد انا عايز اشتغل جايب من محافظه وجايب لي جواب من سيد المحافظ اقول له قبل ما تروح للشركه اوعى تقول لصاحب الشركه ان انا جاي من طرف المحافظ انت عليه مش شغلك م. يجي لي شاب عامل لي مثلا عفوا السيره الذاتيه بتاعته بالانجليش م. م. ومعظم رؤوس الاموال معلش امي اقول له انت كده بتتعالى عليه هيقول لك لا ما اعرفش يلا مع السلامه اذا خاطبوا الناس بقدر عقولهم انا ارجع يعني لسؤال الاستاذه اللي قالت عليه آه. ليه الناس بتلجا برضه للحكومه, للحكومة بتخاف القطاع آه. الخاص ما هو الموضوع بس عايز تكه صغيره من السيد الرئيس كلمه وتحل اشكال الاشكال ده نهائي وتسيب بقى هنسيب لكم الحكومه دي خاويه على عرشها هدور على حد يشتغل فيها مش هي حد يشتغل فيها كان السيد الرئيس جمال عبد الناصر سنه 64 اعلن في احدى خطبه وكان من اسكندريه ممنوع فصل اي عمل الا بقرار جمهوري في الحكومه مم. فالناس قالت لك بقى من ساعتها ان فتك المير اتمرغ في ترابه وجريوا كلهم على الحكومه صحيح. لكن لو جمعنا بقى معلش قطاع عام او خاص معايا حضرتك فضح. وانت عامل نيابه اداريه للتحمي القطاع العام والحكومه مش كده وتحقق طبعا. في اي مخالفات ما تعمل نيابه اداريه قطاع خاص وتحمي صاحب المصنع نفسه كويس. واصحاب رؤوس الاموال أنت دي عارف رساله أنا أجه. يعني كلام حضرتك كلام ايجابي وانا م. بس باكد لك ان فعلا الفتره الاخيره دي بعد الدعوات لجذب الاستثمار لمصر وحاله الرواج الجميله جدا جدا ان اهم حاجه بيركزوا عليها هو العنصر البشري فهو ده مضمون لكن انا اخد من كلام حضرتك بنوجه رساله ان احنا نظره نظره ل كل العاملين في هذا القطاع الهام والحيوي اللي بيقوم عليه اقتصاد البلد الاسماء قالت لي كده في الكواليس كده قبل ما نطلع كده ان في عندك مفاجاه وهديه لكل اللي بيشوفونا في الصحه والجمال الله يكرمك هو المفاجاه دايما احنا بنتكلم في حته مهمه جدا ايه حته العامل اللي عامل اساسي بيتحدث الى العامل القطاع الخاص في نفسه ان هو دايما رايح الشغل الصبح وممكن يرجع والحجز دوت عند جميع العاملين في القطاع الخاص <applause> يعني بقول لحضرتك انا اشتغلت مثلا لو اشتغلت 27 سنه قطاع خاص معايا حضرتك عمري ما حتى صاحب الشركه يقول لي يا ابني ده انت الدنيا وكل. انا عارف كل ده كلام في الهواء ممكن انزل معايا في احنا عايزين حته الامان تيجي الامان تيجي منين من الرقابه طب يا جماعه هقول لكم انا حاجه طب انا هقول هل كل اللي بيعمل في الحكومه ناجح تفاعل دلوقتي معانا علي الشاشه من بعد ما طرحت الهديه الحلوه دي آه. معانا كان معانا من ناس من المنصوره محمود أيه. دلوقتي معانا اسكندريه الو يتكلم كون الو صباح الخير الو طيب الخط فصل آه. طيب بكمل حضرتك برضه ان انا ده مش بتيجي تغيق. طبعا دي تعليمات من السيد رئيس الجمهوريه بتقللها من خلال السيد وزير القوى العامله وعندنا وكيل اول وزاره القوى العامله السيد فتحي الدسوقي وكيل الوزاره عندنا توجيهات صارمه بالاهتمام بالمعاقين وتشغيل المعاقين معايا حضرتك لان النهارده لازم الناس دي قبل انتهاء 2019 يكونوا كلهم متسكنين وشغلين وليهم مرتبات كمان ده في حاجه جميله, جدا صح. كان الاول لو شاخد بتاخد تضامن اجتماعي مش من حقه اجيب لك وظيفه كان الكمبيوتر بيرفض الواحد عشان الزواج في تاميني أو. دلوقتي حسب التعليمات السيد رئيس قال يجوز انه هو يجمع مبنية التضامن الاجتماعي والعمل في احدى الشركات خلاص طب ايه رايك بقى المعاق بالذات في اي شركه صاحب الشركه يرفض اي حد الى إيه المعاق مش قادر اقرب له انه عشان يجي يفصله ما عليه اللي هي عقوبه سنه الف جنيه مع حضرتك لازم يحقق معاه يكون هو ارتكب جرم جامد وشؤون قانونيه ويخبر مكتب العمل ومكتب العمل يوجد واحد مكانه احلال وتجديد يقف يقعد مكانه مع حضرتك كلام زي عي... دي رساله جميله بنوجهها طبعا جدا. الحمد لله رساله بنوجهها كده لذوي القدرات الخاصه يتابعونا على الرقم اللي ظاهر على الشاشه وان شاء الله باذن الله مش هنخلي معاق الا ما هيشتغل باذن لكن الله لكن اخر حاجه معلش كنت نفسي اعملها ليه ما يكونش في بروتوكول آه واتفاقيه عمل مشترك ما بين وزاره القوى العامله ووزاره التعليم حضرتك معايا ان بيجي الصيف وتكتر المشاكل مم. يجي الصيف وتكتر الخناقات في الشوارع يجي الصيف طبعا احنا في هنقول ايه 7% طبقه راقيه و93% من المجتمع ما بين متوسط ومحدود الدخل وتحت الخط الفقر بيجي بقى اللي المعكسات في الشوارع والخناقات ولعب الكوره والازاز الفيلا يتكسر وازاز البيت يتكسر كلام الحضر ليه ما يجيش بقى بروتوكول عمل ما بين وزاره القوى العامله والهجره ووزاره التعليم اللي بيها تستوعب جميع طوائف الشباب دول لرفع المعاناه عن كاهل الاسره وناخد الناس دول يشتغلوا في مصانع، فالولد حتى مش بيقول لك احيانا واخد المؤهل وبقاله ثلاث سنين بيدور على فرصه عمل بالظبط انما يهد. الولد ده لو اقتحم سوق العمل من الاعداديه معايا حضرتك وهو في حاجه اسمها تدرج تدرج من خلال التدرج، الولد ده لو دخل بالاعداديه ودخل اشتغل مع صاحب مصنع ثلاث اشهر خد له 1000 جنيه اخر الثلاث اشهر خد 3000 جنيه جاب مصاريف الدروش بتاعته ورفع رفع معلش عفوا الكتير عن كهل الاسره وحط رجله على صح. اول الطريق ده كمان أول الطريق. ايه اندمج في المجتمع الوظيفي وعرف اندمج مع المجتمع واشتغل الشهر ده هنا السنه دي اشتغل عندي في المصنع ده في الاجازه الثانيه اشتغل في المصنع ده في الاجازه الثالثه اشتغل هنا خبرات كمان لما خد اهله متوسط طلع عنده علاقات في عده مصانع هياخد ورقه ويشتغل في نفس اليوم بتتكلم. انا اعرف واحد عنده اربع ولاد واخدين مؤهلات عليا قاعدين في البيت ما بيشتغلوش ورحنا خدنا المؤهلات العليا والدور عليك تجيب لنا وظايف معايا حضرتك؟ طبعا ده كاهل آه. على لكن الولد ده بقى لو هو اشتغل من هو صغير عفوا رفع الكثير صح. عن كاهل الاسره آه علمناه يعني حب المصابره حاجة أه؟ اندبك في المجتمع عرف ازاي يتعامل مع الناس انا بيجي لي ولد خريج جامعه وواقف مزبهل اكلنا مؤاخذه زيه وزي اقرب الى الفتاه آه. ماشي وامه جت طلع له كعبه عمل وهو واقف عامل كده، طب ازاي ده هيرتحم سوق العمل؟ ده انت جايه بسرعه ما إيه تمرنش على حاجه هيشتغل باماره ايه؟ لانه ما اقتحمش سوق العمل مم. من وهو صغير. فلو احنا الجنة. فعلا اول حاجه هنقضي على البطاله في بعض المصانع ما فيهاش عمال فلو احنا المدارس دي كلها في الثلاث اشهر دول دخلوا المصانع رفعنا الانتاج رفعنا عن كاهل الاسره مم. اندمج الولد في سوق العمل من وهو صغير تلاتة. حب المثابره عرف ازاي يتعامل مع الاخر حلو قوي حضرتك تمام حالينا كتير ولا لا يبقى عايزين آه. اتفاقيه بروتوكول عمل ما بين وزاره العمل والتربيه والتعليم لتشغيل الصبية او الشباب في المصالح المختلفه على مستوى الجمهوريه وبكده هنطلع طفره الى الامام حل. حل. أنا بجد سعيد جدا بوجودك معانا يا أستاذ علاء لأنك وجهت النهارده لكل اللي بيشوفنا في طبيب جراح أكتر من رسالة من رسالة أوه. دعوة لكل ابنائنا وشبابنا طلبه الثانويه العامه والدبلومات الفنيه والجامعه في الاجازه ما نقضهاش كافيهات انزل اشتغل اتحرك اعتمد على نفسك يعني هيبقى فيه معاك داتا هيبقى فيه هتعرف شركات هتعرف عن يعني ايه شغل يعني هتقتحم سوق العمل هيبقى فيك ليك علاقات ليك معارف هيبقى في خبرات كمان اه فالاستاذ علاء بوجه اكتر من رساله أكتر قويه اكتر من رساله فعلا آه. اه ودعوه للسعاده دعوه للسعاده احنا في برنامجنا طبيب جراح ما بنهيش برنامجنا الا بدعوه للسعاده كلام حضرتك والرسالة الجميله دي انا عايز حضرتك للكاميرا تقول تاني لكل الشباب اللي بيشوفنا دلوقتي وكل اولياء الامور دعوه وكمان للسعادة. هنعمل هاشتاج على صفحتنا ضرورة التنسيق لتشغيل أبنائنا الطلبة في الصيف الكاميرا مع حضرتك وعاوز الرسالة دي عد لي الخمس حاجات دول تاني يا استاذ علاء تاني انا بكرر الدعوه لجميع الشباب طبعا واتمنى يكون في بروتوكول عمل ما بين وزارتي القوى العامله ووزاره التعليم آه لاستقطاب الشباب والعمل في في خلال فتره الاجازه التلات اشهر دول، الثلاث اشهر دول اللي هتشتغلهم هتجيب فيها فلوس في تقدر ترفع كتير عن كاهل والديك وتريحهم شويه في عنين. طبعا معظمنا اسر متوسطه او محدوده الدخل، فانت بتشيل بتحمل نفسك من وانت صغير، انا امبارح كان قاعد معايا وكيل اول وزاره آه عفوا وكيل اول وزاره في الجهاز المركزي للمحاسبات فبيقول لي انا من وانا في الاعدادي انا اللي شايل نفسي وانا اللي بعمل مشروع وانا اللي بذاكر وانا اللي بتاجر وانا وانا وانا, وانا ما خليتش والدي يصرف عليا اي حاجه. ده الراجل اللي هو يعني بنى نفسه بنفسه من هو صغير. انما هعتمد بقى على والدي علشان يدنوا معايا لحد ما اخلص جامعه ويجوزني يبقى ده خلاص انا كده ميت. يا جماعه كونك كنت تشتغل من وانت صغير حب المثابره تحل مشاكلك بنفسك ازاي تقتحم سوق العمل هيكون لك علاقات في كل مكان مش تاخد الدبلوم بتاعك او البكالوريوس بتاعك وتقعد خمس سنين تقول بالي خمس سنين بدور على فرص عمل لانك انت كنت قوقعت نفسك من البدايه من البدايه انت اللي قفلت على نفسك لكن انت لو اقتحمت سوق العمل بنفسك من خلال صديق من خلال زميل تعال لنا في مكتب عمل العبور احنا في 554 ميدان ابن حميدو الشباب مدينة العبور هتلاقيني بعد بوجد فرص عمل لجميع الشباب وخاصة المعاقين الأخ اللي كان من السادة اللي هم محمود بتاع المنصورة الأستاذ محمود اللي هو من زي الاحتياجات اللي بيكلمني دلوقتي وبقول له لا لو جيت لوحدك مش هاخدك لازم تجيب معاك عشرة احنا محتاجين نبوش إيد الناس دي ونحطهم على أول الطريق الصح يا جماعة ما فيش أجمل من رسالة حضرتك يا أستاذ علاء يعني استاذ اسماء يعني حابه تقولي حاجه بعد الكلام الجميل والرساله القويه اللي قالها الاستاذ علاء لكل مشاهدينا لا والله انا بشكره جدا طبعا على لمسه الحب والحنان والسعاده اللي طرحتها في البرنامج وان شاء الله نتمنى ان انت تكون معانا برضو في اكتر من حلقه لرسم البسمه على وجوه المصريين شكرا جدا شكرا يا استاذ تحياتي مفيش اجمل من الكلام اللي قلناه ومفيش احلى من الدعوه دي للسعاده إن إحنا النهارده نقدر نرسم ابتسامه على وشوش المصريين، وشوش كل اللي بيشوفنا النهارده في برنامجنا طبيب جراح، دعواتنا للسعاده كتيره قبل ما ننهي برنامجنا أنا عايز أقول لكم تسامحوا تصافوا اتعاملوا مع بعض بمنتهى الأخوة وبمنتهى الجدعنة، امشي في الشارع خلي فيه صلح ما بينك وما بين نفسك، لو حد خبط فيك قول له معلش انا اسف حتى لو كنت انت مش غلطان لما تعدى على اي حد القى عليه السلام خليك بشوش خليك مبتسم دعوتنا النهارده كانت جميله جدا انا بشكر زميلتي اسماء على ضيفنا الاستاذ علاء بجد لان اجمل حاجه بيعملها الانسان انه يفتح باب رزق يا اسماء طبعا باب رزق اكيد لحد ويحل مشكله عويصه جدا مشكله كبيره جدا ويخليه يبقى فرحان ومبتسم الله أكيد. ينور عليك طبعا فالنهارده برضو المشاهدين حابين برضو يسمع منك دعوه كده للسعاده كده قبل ما ننهي آه بقول لهم آه احنا بنحبكم وهنفضل جنبكم لان احنا كلنا مصريين ايدينا واحده ان شاء الله آه سعداء بيكم ويا رب نكون اسعدناكم ونلتقي مع بعض في اكتر من حلقات نقدر نرسم فيها بسمه على وجوهكم تمام كلام زميلتي اسماء اجمل رساله للسعاده انا عايز أقولكم انتهت حلقتنا النهارده بسرعه بشكركم جدا استنونا يوم الجمعه اللي جايه في السادسه مساء معاد برنامجنا اتغير هشوفكم كل يوم جمعه من الساعه 6 للساعه 7 وبرنامجكم طبيب جراح